اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ان شاء الله حول لوحه تحكم الصفر الاحتراف. اليوم كيف ما سبق وقلت لكم في الفيديو اللي فات غنتكلموا على منسوب المياه اوتوماتيك، يعني نتحكموا في منسوب المياه اوتوماتيك. باش غادي نتحكموا في منسوب المياه اوتوماتيك اليوم غنتعرفوا على واحد كومبوزون اخر وهي العوامه الغاطسه او لا الفلوتو كونترول دو نيفو. العوامة الغاطسة، العوامة الغاطسة هي على شكل هي العوامة الغاطسة، وهذه هي واحد تقالة يعني كنتقلوا بها هاد الفلوتورة ملي طلع، يعني تكون في واحد النيفو على هاد الشكل، يعني ما تكونش طالع على هاد الشكل. إذا كان طالع على هاد الشكل ما تعطينيش لو نيفو. إلا ما كانش على هاد الشكل في واحد الزاوية تقريبا ديال 45 درجة ما تعطينيش، يعني واحد البوس عندها الداخل هو اللي كيعطينا النيفو، يعني كيقطع ولا كيفتح. مثلا ناخذو مثال هنايا هاد البوس هابط، يعني عاطيني لومونطاسيون ما بين الان والدو على هاد الشكل. هادو دو كابل، يعني ما بين الان والدو كاين لومونطاسيون، هالان هادو البوس على هاد الشكل هابط عطاني على هاد الشكل، يعني داك البوس واحد الحديده كيتحكم فيها هو هنايا، ها كيتحكم فيها. واخا الا طلع من هنا غيهبط، ولكن من هادي اش غيطرى عليها؟ غطلع على هاد الشكل، يعني ملي غيتحكم فيها ملي غادي يطلع غتولي على هاد الشكل، على شكل مائل غيتحكم فيها. هاد الحديده غادي تطلع من هاد النيفو ا لهاد النيفو، هنايا ما بين الاه والدو غتولي لومونطاسيون زيرو. ملي غادي تهبط الا طلعت على هاد الشكل، الا طلعت على هاد الشكل ما غتعطينيش لا ما بين النيفو ا ولا الدو، ما غتعطيني حتى حاجه، يعني هاد حتى هاد الحديده غتولي على هاد الشكل، حتى هاد الحديده غتولي على هاد الشكل، ما غتعطيني حتى نيفو. هادشي هو علاش ضروري هاد التقاله، التقاله هي كتحط هنايا بالعبار، ماشي غتحط غير عبثا. هاد التقاله كما قلنا هنايا كتحط بالعبار، يعني ما كتحطش غير عبثا هكا. كما قلنا هذه هي العوامه الغاطسه، هذه هي التقاله، التقاله ها هي على هذا الشكل. ناخذ مثال هاد الخزان نعتبره في 3 متر، هاد 3 متر كنقسموه على 3، يعني كناخذو الثلث من الراس ديال العوامه من التحت لهنايا، ناخذو الثلث يعني 1 متر. هاد التقاله ما بين من التحت للاسفل للراس ديال الفوق غنديروها في 1 متر، باش ملي هاد الخزان يعمر هاد التقاله كتبقى شاده ليا هاد العوامه من هنايا الكابل ديالها، وكتطلع هي غير واحد شويه، يعني هذاك شويه بواحد الزاويه، بواحد الزاويه ديال 45 درجه باش تقلب لينا ليطا، باش تقول لينا تعطينا باش دير لاري، باش تقول لينا راه هذا الخزان امتال، يعني في الامتلاء اولا فارغ. غندوزو دابا الشيماء الكتريك، كيفاش غادي ندخلوه، كيفاش غنتحكموا في هاد المنسوبين ديال المياه ديال الخزان وديال البئر اوتوماتيك، يعني ما نبقاش انا نتحكم فيه اوتوماتيك، يعني نخدمو يخدم اوتوماتيك. ناخذو هنايا الشيمه ديالنا على هذا الشكل، دائما رولي تيرميك، وغنحتاجو كونتاكتور. كاين لي شيمه بزاف، ولكن انا حاولت نعطيكم اسهل شيمه وابسط شيمه، يعني تكون بيان بروتيجي وتكون بتكلفه هابطه، يعني ملي كتمشي عندو واحد لوبيراتور ولا واحد المستهلك راه غيشوف ان ارموار اللي غطلع بواحد التكلفه بسيطه وتكون بيان سيكوريتي. هادو جوج الحوايج اللي كتركز اللي كيركز عليهم المشتري او البائع، التكلفه تكون هابطه وتكون بيان سيكوريتي. قلنا هنايا رولي تيرميك على هذا الشكل، الرمز ديالو اف، هنايا فاز، وهنا نوتر، هنا الكونتاكتور ا ا ا دو ك ام. واخا منين غنمشيو عندنا هنا دو كابل وهنا دو كابل، هنايا هادو هما راه مسدودين وهنايا راه مسدودين،
بمعنى هذه خديناها مسدوده، يعني كاين طروا ديال الكابل هما كيف ما كتشوفوا هنايا، خديت انا دو كابل اللي في النيفو هابط يكونوا مبرونشين، يعني الكومه يكون عاطيني ما بين الاه والدو، يعني الكومه يكون عاطيني ما بين الاه والدو، وهنا ما بين الطروا والكات. هذه هي غناخذها ملي تكون طالعه، يعطيني ما بين الطروا والكات، يعني هذاك الكومه واللي غيتعكم ملي غنتحكم انا بالميتريكس غنجربها. هنايا حطيتها هابط الاه والدو عطاتني، هذه يلا نخدم في الخزان، وهذه ما بين الكومه عطاتني ما بين طروا والكات، عطاتني ما بين واحد جوج اخرين، غادي نهزها بحال هكا على هذا الشكل وغادي نجربها بالميتريكس. عطاتني هنايا هذه هي اللي غنخدم في البي ام، يعني غنخدم مع المدخل. واخا نجيو لهنايا غنمشيو من الرولي تيرميك غنمشي الكابل الاه، الاه مبرونشي مع الدو لان مونطاسيو راه ديزا، يعني فين غنمشي؟ غنمشي للطروا على هاد الشكل، وما بين الطروا والكات شنو قلنا؟ ما بين الطروا والكات راه ديزا لان مونطاسيو، يعني ديزا لان مونطاسيو 220، هادي فين غتمشي؟ غتمشي للكونطاكشن على هاد الشكل، شيما بسيطة واضحة وبيان سيكيريتي. هذا هو الخزان وهذا البئر على هذا الشكل، هذا الخزان وهذا البئر، هنايا الرولي تيرميك وهنايا كونطاكتور، محتاج شي حاجة كثيرة، الرولي تيرميك كونطاكتور وجوج ديال العوامات الغطيسة، اللي وحدة غنتحكم فيها في الخزان ووحدة في البئر. ألوغ غنجيو هنايا للعمل ديالهم الخدمة ديالهم، الرولي تيرميك ديز ما بين الأه والأه لأن مونطاسي وديزا، مشات ما بين طروا والكات. ألوغ هنايا هاد البير الا ما كانش فيه الماء، يعني هذه هي هابطه، شنو غيكون هنايا؟ غتكون لا مونطاسيون ما بين طروا والكات تكون مفتوحه، يعني ما تكونش عادي على مونطاسيون، يعني انت غتكون هنايا البير يعني بروتيجي، يعني ما تقدرش تخدم حتى تعمر يعمر البير عاد تخدم ليه، يعني غتكون البروتيجي ديال الخزان، الخزان ما يعمرش يفيد ليا، والبير حتى هو غيكون بيان بروتيجي، غتكون بروتيجي المدخل، يعني حتى هي ما تحرقش. هذه هي ابسط شيمه بابسط تكلفه ان شاء الله. في الحصه القادمه هذه اوتوماتيك، هذه اوتوماتيك، يعني ما بقاش نتحكم من سوق 100، اوتوماتيك غتحكم الخزان كان خاوي غيعمر يتحكم ليا في البومبه ويخدم ليا الموتور، كان طالع ملي هذه غادي تطلع شنو غدير؟ ما بين لا مونطاسيو ما بين الاه والدو غتقطع، قطعت ديال المونطاسيو تماك، هذه راه واخا واصله الكونطاكتور راه مقطوع على المونطاسيو ما عنديش، يعني اش غدير؟ البومب غادي توقف، يعني الموتور الكتريك غيوقف، وعلى هذا الشكل غنكونو حافظنا على لا سيكيريتي ديال الخزان وديال المدخل ديالنا. هذه كما قلنا هنايا اوتوماتيك، يعني شيما اوتوماتيك نتحكمو في منسوب المياه اوتوماتيك. الحصه القادمه ان شاء الله فيديو جديد غادي نديرو عن شيما ديال الكابلاج ديال المدخه كهربائيه، ديال المدخه ديال البير اللي غنتحكموا فيها مانيال واوتوماتيك، هذه عطيتها لكم اوتوماتيك، يعني الاخوان اللي طلبوا لي تحكم منسوب المياه انا عطيتها لكم اوتوماتيك هنايا، ابسط شيما، هذه ابسط شيما اللي قدرت نعطيكم، هذه ابسط شيما، يعني فيها ان كونتاكتور وفيها رولي تيرميك وجوج ديال العوامات الغطيسه ولا فلوتور. الحصه الجايه اولا الفيديو القادم ان شاء الله غادي نديروا واحد شيما ديال الكابلاج ديال الارموار اللي غتكون فيها اوتوماتيك ومانيال، اوتوماتيك ومانيال يعني بجوج، يعني الا خسرت ليا الاوتوماتيك تبقى ليا المانيال، ولا الا خسرت لو وقع ليا العطا في مانيال نخدم بالاوتوماتيك ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ان شاء الله ليصلكم كل جديد. فيما يخص هذه الدروس نظريه او نظريه، فيما بعد ان شاء الله غادي نديرو كل دروس، هذه الدروس النظريه دابا كنشوفو كرياليزي، يعني كل حاجه نعرفوها من بعد هاد الدروس نحاولوها ان شاء الله للتطبيق بحول الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.